من هي بابل العظيمة؟ أو كما يسميها الكتاب المقدس الزانية؟ أعزائي المشاهدين، من مدينة أفسس القديمة أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع. أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة. مدينة أفسس تعتبر نظام عالمي قديماً، كانت مدينة تعج بالسكان، ولا سيما في أيام بولس ويوحنا الرسول. كان تعداد سكانها 250 ألف ل 300 ألف نسمة. كانت تعتبر مدينة تجارية لأنها قريبة من الميناء، وتعتبر أيضا مركز ثقافي لأنه فيها ثالث أكبر مكتبة في العالم القديم، مكتبة سيلسيوس. وكانت أيضا مدينة دينية تكثر فيها المعابد الدينية، ولا سيما معبد للإلهة أرطميس. جاء بولس الرسول إلى هذه المدينة وزرع كنائس عديدة وانتشرت المسيحية. وأيضا جاء الرسول يوحنا، علم في هذه المدينة قبل أن يذهب إلى السبي أو إلى النفي في جزيرة بطمس، والتقليد يقول أن قبره موجود في هذه البلدة. عزيزي، أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة لكي نتعرف سوية عن بابل العظيمة ومن هي هذه الزانية. فابقوا معنا، سأعود بعد قليل. أعزائي، نواصل دراستنا من سفر الرؤيا من جزيرة بطمس. في هذه الحلقة سوف نتعرف على بابل العظيمة. من هي بابل التي يتكلم عنها يوحنا الرائي في سفر الرؤيا؟ في البداية دعني أشرح أنه إحنا موجودين على جزيرة بطمس التي تطل على بحر إيجية. جاء يوحنا الرسول بسبب الاضطهاد الشديد اللي حدث في أيام دومشيان الإمبراطور في آسيا الصغرى، ونفي إلى الجزيرة وعاش سنة ونص في هذه الجزيرة الجبلية المحجرة، مش كبيرة يعني، قطرها 34 كيلومتر، لكن في هذه الجزيرة أصبحت الجزيرة المقدسة لأنه استطاع أن يرى السماء ويرى آخر الأيام. الرب أعطاه إعلانات ورؤى عظيمة جدا. يوحنا الرسول يصف بابل العظيم، يصف النصرة الأخيرة، نصرة الخروف الرب يسوع على الوحش وعلى مملكته وعلى نظامه أيضا. في إصحاح 17 وإصحاح 18 يصف بإسهاب بابل العظيمة. في الإصحاح 17 يصف دينونة النظام الديني. إحنا تكلمنا عن الوحش إنه له سيادة وسلطان ديني، كان يستخدم الدين حتى يتمم مآربه أيضا. ففي الإصحاح 17 يصف دينونة النظام الديني، وفي الإصحاح 18 يصف دينونة النظام السياسي والاقتصادي أيضا، نظام الوحش. في الإصحاح 19 بيوصف أن الرب يسوع نفسه الخروف سوف يرجع بنفسه ليدين الشيطان، ليدين الوحش اللي هو ضد المسيح، ليدين النبي الكذاب أيضا. بابل طبعا، أو يوحنا بيستخدم بابل كرمز. وشيء جميل أنه في سفر الرؤيا بيتكلم عن رموز حتى يشجع الكنيسة على مر العصور وعلى مر الأزمان. فالكنيسة هي عروس المسيح الحقيقية، هي جماعة المؤمنين الحقيقيين اللي اغتسلوا بدم الرب يسوع المسيح. فهي كنيسة طاهرة، عفيفة، مجيدة، مستعدة. هي كنيسة عذراء كما يسميها، مستعدة للقاء الخروف أي العريس الرب يسوع نفسه. بالمقابل يصف الديانة الزائفة اللي هي ممثلة في النظام الديني السياسي الاقتصادي. هذه الديانة تسمى زانية لأنها تركت الحق وزنت من أجل مطامع شخصية ومنفعة مادية. في طبعا، وهذا يطلق في كل عصر وفي كل زمان على أي بلد أو على أي دين بينحرف إلى الحق وعن الحق وإلى الضلال، فيسمى زانية أي تزني عن الرب،
وبيمارسوا البطل والضلال والخداع والقتل في سبيل مآربهم الدينية. لكن شعب الله هي الكنيسة اللي اغتسلت بدم الرب يسوع. الرسول يوحنا بيتكلم عن عدة رموز في هذا الإصحاح، إصحاح 17 و18 بيصف فيها بابل العظيمة، ورح نتكلم عن هذه الرموز. لكن استخدم الرموز، أنا بذكركم أنه كان في اضطهاد شديد وشرس في أيام يوحنا الرسول، فبشجع الكنيسة وكان يذكر أسماء تشبيهية لكن معروفة للشعب آنذاك، وبيترك للشخص اللي عنده التمييز الروحي والذكاء الروحي حتى يتعرف على هذه الرموز. لو اتكلم بسرعة عن حقائق لربما نعرفها في نفس الساعة، لكن عندما يتكلم بالرمز فالحقيقة ممكن ترمز إلى أي وقت في أي زمان على أي مدينة في أي عصر وفي أي زمان. ونحن في آخر الأيام أكيد الرب عنده رسالة معينة عن بابل، إنه نتركها، نخرج منها، نتحايدها، ما نشتركش في خطاياها أيضا. عزيزي المشاهد، أنا بشجعك إنك تشاهد هذه الحلقة حتى نتعرف على شخصية وهوية هذه الزانية العظيمة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس، بابل العظيمة. سأعود بعد قليل. أعزائي، منواصل دراستنا من سفر الرؤيا من الصحراء الجنوبية في الأراضي المقدسة. هذه الصحراء مثل ما شايفين تمتد على كل المنطقة الجنوبية من شرقي القدس أورشليم، وبتصل إلى أقصى الجنوب، حتى من ممكن هذا المكان تشوف جبال الأردن، وبتصل إلى المنطقة المنخفضة، أخفض منطقة في العالم، مدينة أريحا، أقدم مدينة في العالم. الأحداث الأخيرة بيتكلم عنها الكتاب المقدس رح تتم أحداثها في أورشليم والمناطق المحيطة أيضا. في هذه الحلقة رح نكمل حديثنا عن دينونة بابل العظيمة. الدينونة العظيمة لبابل اللي بيسميها الكتاب الزانية الجالسة على المياه الكثيرة. طبعا في رموز وتشبيهات برضو بفسرها يوحنا بنفس الإصحاح 17 و18. المياه الكثيرة بسميها شعوب وجموع وأمم وألسنة، يعني من كل الشعوب من كل الأمم. ثم بيتكلم عن المرأة لها 7 رؤوس، الجالسة على 7 جبال، كانت جالسة على 7 جبال، واللي بسميها أيضا 7 ملوك. الوحش على فكرة جاء من واحدة من 7 الملوك، لأنه 5 سقطوا، 1 باقي والآخر سوف يأتي. ثم يقول الكتاب 10 قرون، أي 10 ملوك، 10 ممالك. على ما يبدو في زمان حكم الوحش راح يوحد العالم تحت نظام واحد، وراح يكون في اتحاد فيدرالي بين 10 ممالك، ومن خلال هذه 10 ممالك الوحش راح يحكم ويدين كل العالم. هذه المرأة مكتوب عليها أسماء تجديف لما بتسمع عن بابل العظيمة، والأوصاف بتشوف يعني أوصاف مريعة خطيرة جدا، لكن كل الأوصاف هي ضد شخص الرب. أسماء وتجاديف كثيرة. ثم يقول سر بابل العظيمة أم الزواني، بيتكلم عنها أنها كانت سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء الرب يسوع المسيح. لما بيوصف دينونتها يقول كتاب سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشياطين ومحرسا لكل روح نجس. بيعطينا الفكرة والأوصاف من خلال هذه الكلمات إن الوضع كان مخيف جدا، مخيف جدا بسبب هذه الأوصاف اللي بيتكلم عنها بشكل رمزي عن بابل. كانت قوية، كانت غنية، النظام ديني مزيف بيستخدموا السحر والعرافة أيضا، عبادة الأصنام، يعني كل شيء فيه ضد الرب وضد الله. واستخدمت، أو بالأحرى مش بس استخدمت القوة والعنف، لكن استمدت بابل قوتها من الوحش
الوحش اللي هو ضد المسيح، المسيح الكذاب. هذه بابل العظيمة، أم الزواني، بشكل تشبيهي ما بنعرف طبعا عن أي مدينة بيتكلم، لكن واضح هي المركز اللي كان يتحرك منها الوحش أو المسيح الكذاب، اللي كان يستمد قوته من هذه الممالك، السنتر، المركز اللي كان فيه يحكم على العالم من عن طريق التضليل وعن طريق الخداع أيضا. أنا بشجعك أنك تقرأ إصحاح 17 و18 حتى تعرف تفاصيل القوة أكثر. ابقى معي، رح أواصل حديثي بعد قليل. أعزائي، بنستمر دراستنا في سفر الرؤيا عن دينونة بابل العظيمة. وقعت الدينونة على بابل، وبحب أذكرك أنه يوحنا الرائي بيتكلم طبعا إلى المستمعين في وقت عصره، لكن دائما بيعطي الفكرة أو الصورة النبوية للمستقبل. وقعت الدينونة، والرموز طبعا بيتكلم برموز حتى يشجع الكنيسة على مر العصور وعلى مر الأزمان، والرمز عادة يحمل رسالة لكل الأوقات. ففي كل وقت في ديانة مزيفة، والديانة المزيفة تسمى زانية. الزانية هي التي تركت الحق، وطبعا تركت عبادة الله. هي نظرة إلى النظام. طبعا في كل عصر وفي كل زمان في زانية اللي بتضطهد شعب الله أو بتضطهد كنيسة الله. في كل عصر في بابل اللي بتتحكم في عقول الناس، في ديكتاتورية اللي بتسيطر على الناس، في ديانات مزيفة اللي بتستخدم العنف والإرهاب والقتل حتى تحافظ على ديانتها. منشوفه في كل عصر وفي كل مكان. إصحاح 17 وإصحاح 18 لما بيكتب الرائي يوحنا، طبعا في فكره العهد القديم لما الله كمان دان بابل بما فعلته بشعب إسرائيل من خلال السبي، بيتكلم بتفاصيل دقيقة عن كيفية هذه الدينونة، وهو يذكر التاريخ، بيتكلم في الحاضر لكن عنده النظرة النبوية في المستقبل، بيتخطى حدود الزمن، فبيحاول يتكلم إلى المعاصرين في أيامه حتى يعطي الصورة الرهيبة المرعبة في آخر الأيام عن دينونة بابل العظيمة. طبعا بيتكلم في إصحاح 17 و18 عن دينونة النظام الديني، بابل العظيمة، أم الزواني اللي كانت تستخدم الديانة المزيفة من خلال السحر ومن خلال القمع والاستبداد والظلم، استطاعوا أن يسيطروا دينيا، وهذا الحكم كان تابع للوحش. طبعا لازم كل شخص يسجد لصورة الوحش، أي شخص ما سجد رح يواجه الموت. فمن خلال النظام الديني الوحش والنبي الكذاب اللي كان يعلن عن هذا النظام. في الإصحاح 18 بيتكلم عن دينونة بشكل تفصيل، النظام الاقتصادي، القوة والغنى كيف ذهبت، والنظام السياسي، وبيتكلم أيضا عن النظام العسكري في إصحاح 19 كيف الخروف وأتباعه، الرب يسوع بينتصروا على الوحش وأتباعه. طبعا هذه المعركة ابتدأت من خلال ضربات الله مثل ما ذكرت، ابتدأت بالختوم السبعة في الأبواق السبعة وانتهت في الجامات السبعة. في البوق السادس كيف نشف نهر الفرات وجاب أحضر جيش من مشرق الشمس عبارة عن 200 مليون، ويقول الرب جمعهم في موضع يسمى هار مجدو. حدثت المعركة الأخيرة، وفي هذه الإصحاحات الثلاثة بيصف بالتفصيل عن نصرة المسيح وعن الدينونة العظيمة لبابل التي كانت تعتبر أم الزواني. من ناحية أخرى لما بيتكلم عن دينونة بابل في إصحاح 19 بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، بيتكلم عن نصرة الكنيسة، الكنيسة العفيفة الطاهرة النقية، الكنيسة هي أورشليم الجديدة السماوية النازلة من فوق بالمقارنة مع بابل العظيمة. ابقى معي، سأواصل حديثي بعد قليل.
أعزائي، كما أن أسماء المسيح تعبر عن طبيعته وعمله وصفاته أيضا، هكذا أسماء الشيطان في سفر الرؤيا تعبر عن طبيعته وعن عمله أيضا. في صراع شديد نحو أو تجاه نفس البشرية، الشيطان يريد أن يهلك ويدمر النفس، المسيح يريد أن يخلص ويريد أن يعطي حياة أبدية، فالقرار يحتم المصير. طبعا احنا سمعنا عن الرموز يمكن بتشابه كل عصر وكل زمان، لكن حتما كل الأيام بتصير في تخطيط إلهي نحو النهاية، نحو آخر الأيام. اليوم بتشوف الأوضاع صعبة جدا، الوضع الاقتصادي وهبوط في البورصة، وبتشوف التضخم المالي في كل مكان، ازدياد المجاعات والأوبئة، الاحتياج في كل مكان، والعالم بينظر إلى شخص ممكن يكون عنده حل سحري اللي يخلص الناس والأمم من الظروف الصعبة اللي بمروا فيها. للأسف الكل بفكر في حلول بشرية كأنه عمل سحري بيخلص أو بيساعد الإنسان، لكن بدل ما يلتجئوا للرب اللي هو ممكن ينقذ ويساعد ويبارك ويحمي، بيلتجئوا لكل الأنظمة الأخرى، وهذه الأنظمة اللي راح يسخرها في نهاية الأيام الوحش أو المسيح الكذاب. أنا بدعوك إنك تصحى اليوم، إنك تسهر، إنك تنتبه وإنك تحذر في نفس الوقت. وأنا بدعوك اليوم إنك تعمل قرار في حياتك. أنا بدعوك اليوم إنه تسلم حياتك ليسوع المسيح وتطلب منه إنه يسود على حياتك وقلبك يكون عرش ليسوع المسيح. ممكن تقول ارحمني يا رب أنا الخاطئ. اعلن توبتك أمام المسيح، آمن به وثق به وبعمله. بغض النظر في أي من الأيام منكون إحنا مستعدين لمجيء المسيح ثانية، وهذا بشجعنا وبباركنا أيضا. عزيزي في الختام أنا بصلي من كل قلبي إنك أخذت هذا القرار. منحب نتواصل معك، إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تكتب أو تتصل بنا. الرب يحميك، الرب يباركك، وبصلي إنك تعمل القرار الصح يكون الحياة الأبدية من نصيبك. إلى اللقاء والرب معك. في الحلقة القادمة سنذهب إلى مدينة الناصرة لنتكلم عن عشاء الخروف في سفر الرؤيا.